مرحبا شباب، ان شاء الله عندنا اليوم تمارين كتف وتراي. انا كل فتره والتانية بحب اغير في جدول تمريني. مره بلعب اوزان تقيله تكرار قليل، ومره بزود التكرار، ومره بلعب سوبر، والنهارده ان شاء الله هلعب سيركت 3 تمارين او 4 تمارين مع بعض. بحاول اغير كل فتره والتانيه جدول تمريني عشان العضلة تستجمع أكتر. لما يكون مثلا مفيش باور إن أنا أزيد وزن تقيل والكلام ده كله، ممكن أزود في التكرار شوية عشان أحس بالعضلات. أنت حاول تتمرن التمرين اللي يجيب معاك، إذا كان وزن تقيل، إذا كان تكرار عالي، إذا كان سوبر. كل واحد فينا اللي ممكن يجيب طريقة تمرين معينة تمشي معاه. وعود نفسك لو في جهاز معين او في تمرين معين ما بتحسش بيها، حاول تستبدلها باي تمرين تاني انت بتحس بيه. ما تحاولش تتمرن تمرين مش حاسسها عشان تعرف تستجيب ايه اكتر. تمام، انا سخنت وان شاء الله هبدأ التمرين دلوقتي.